هلا، شخباركم؟ اليوم نسوي تحدي تذوق. جبنا 4 اندوميات، نكهات غريبة كلها. اول نودلز شركة نودلز احر اندومي في العالم. اوكي، بس شو ايس تايب؟ نوعه ثلجي. يعني انت اول شيء تطبخ الاندومي، بعدين تحط الصوص، بعدين تحط الثلج. صراحة غريب جدا. اندومي ثاني الغريب، هالاندومي نكهة الرز، لان هالاندومي صحي اكثر من الاندومي العادي. واندومي الثالث اندومي نكهة الميسو. فمن زمان ودي اجرب هالاندومي، مصنوع من خميرة اسمها خميرة الميسو. اخر اندومي اندومي نكهة الروبيان، بس حجم بعد كبير، مع ستيكس. نشرب ستيكس الحين، خلينا نطبخها. بسم الله. يلا الله، خليه ينطبخ مدة 4 دقائق. يلا الحين نطبخ الاندومي. بس شو حسيته دبق، شو دبق كيف؟ الحين نغسله بالماء البارد. جبنا ماء بارد، لا بنغسله بالماء البارد، هم قالوا شيء. نغسله، شوف كيف الماء لونه ابيض. صح. يلا الحين نغسله بالماء البارد. احسه صار بارد. احس صح بارد. صح. اندومي ايس كريم. اندومي لا، ما يصير ايس كريم اندومي. الحين بنصفيه. اوكي، صار بارد. كيف انا لونه اسود بس ما في نفيفه. صح، يعني مو وايد حار. كامل ذكرت الاندومي تمشي نفسه طعمه. صح. يلا الحين نخلط. نسيت احطها هذا السمسم وعشاب بحرية. رأى في الاندومي مشكل. راح احركه. لسه احمر. بسم الله. يلا كيف طعمه؟ يامي. اذوقه؟ بسم الله. عطشانة. وايد حار. ايوه خليني اذوقه. هنا كان بالثلج. يلا اوكي، خليني اذوقه. يلا نسيت شوية. بسم الله. وايد حلو، بس حار ودبق. صح، حار شوية ودبق. عيبش؟ بارد. صح. خلاص يا بنت، تستخدم عيدان الصينية. تبي احط الثلج مع الاندومي؟ كيف شغل؟ حلو؟ ايه يناسب الصيف. فوت الثلج.
حامي جرب الميسو الخميرة. اوه غريب صراحة. اوه هنا زنجبيل. شو كيف لونه؟ لونه مش متخمر. يا اخي خليت الدجاج لما ينطبخ. راح ينطبخ. يلا. بسم الله. كيف شك؟ مو حلو. ريحته كنا عندهم انتهى. اعطيه 0 من 10. هنودلز شفافي برز. شفافي شكله اخ برز صار كانه مثل اللوز. كانه رز. يلا خن في ماي حان راح نخصب البهارات وبنكهة الخضار. حين نصب شوية نغطي مدة 3 دقائق بعد. اوه كيف شكله بيحط الجروس. يلا بسم الله. اوه لونه شبه لون الرز. يقول صح ما له طعم. كيف طعمه؟ ويعز النعمة. هجربه؟ بدي اجرب ستيك. صح بس شكله وايد حلو. يعجبني شكله. احسه يشبه اللي في الافلام الانمي. والله ما بتحس بتلاقي. بس يلا خلينا نجربه بس. اول مرة جربنا بالرز. كيف؟ كيف؟ صفر من عشرة. كأن الرز مو مطبوخ. طعم عود بالله. أبدا 0 من 10. كم تعطي شغل؟ 0. ها آخر اندومي نكهة الروبيان. كيف تعطي الشغل؟ بتجن عليه. وين الدويري؟ صح. كيوت. سكت. وفي له هالدواري معلقه غريبه بعد نفسها صح. لانه وردي. يلا فكرك. طب نغطيه الحين طبخ. واو شو اسمه؟ شو سبانخ؟ ها سبانخ كبر كان صغير صح؟ ها كيف طعمه؟ حلو؟ اجربه. ايش هذا؟ اي دون راح ندور اجربه. يلا نزل. شايف شو احلى اندومي جربتيه؟ هذا الاندومي الاول. هذا بعد هذا عجبوني. اعطيه 10 من 10. كم تشاراتي؟ انا حتى نفسش. وبس هيك الفيديو ان شاء الله عجبكم. مع السلامه. باي. لا تنسى لايك وشير سبسكرايب وضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ضيفوا انستغرام. باي 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 باي.